الإخوان والأخوات، أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. فما قال الأستاذ عمر أدرموش عنوانها بالشاي وباب الرب بمراكش، أي علاقة؟ تبارك الله على الساقي، كسفر الزطو، جملة كي تردد صداها على مر مئات السنين. الكاس مازال صامد لكن الرزة طريقها بانقراض. إنه الشاي ذاك المشروب العجيب اللي كنحتلو به الرتبة الأولى عالميا من حيث الاستهلاك، تعلق به المغاربة إلى درجة الإدمان. الشاي كلمة مشتقة من الأجنبية ونطقها المغاربة بأتاي، بعد ما كانت تي درجوها وأضافوا لها حرف الآلف أتاي. ظهر الشاي في أيام الغالب بالله السعدي في 1551 و 1573، أما القهوة ما كانوش كعرفوها المغاربة حتى سنة 1665، كما جاء في كتابات الرحالة توماس لوجاندر. والولاء ديال المغاربة بالشاي وإسرافهم في شربه كنلقاو الملوك السعديين كيصدروا تعليماتهم بتعويض أبنائهم الخشونة في الملبس والمشرب، وما كيستلموهمش الشاي سوى مرة أو مرتين في الأسبوع. أما باب الرب، أحد أبواب مراكش التاريخية، تأسس في عهد الموحدين، في بدايته كان له مخرج واحد كان كيتسمى باب الشريعة، والروب بضم الراء شراب مسكر كيتستخلص أساسا من التوت والتين، شاع تناوله منذ عهد الموحد مرورا بالمارينيين والسعديين خصوصا، وأن الشاي والقهوة لم يكونا معروفين في تلك العصور. وللحد من انتشاره أفتى بعض العلماء بتحريمه، فأصبح يباع خفية خارج هذا الباب، ومن ثم اقترن باسمه. قال الشاعر أحمد العزفي المتوفي سنة 1235 ميلادية: قل لأبي يحيى لنا حاجة بالروب من صنعة أربابه، فبعته لي صرفا بلا نقطة تكن، أتيت الفضل من بابه. جاء في لسان العرب لابن منظور: الروب هو ما ينتج عن كل ثمرة بعد الطبخ والاعتصار. وراب الرجل أي سكر وضعفت قوته. ورد ذكره في القاموس الإسباني بصيغة أرو. قال المؤرخ عبد الهادي التازي في كتابه التاريخ الدبلوماسي المجلد 2 صفحة 312: الروب بضم الراء مشروب كان يتخذ من عصير السفرجل والرمان والتوت، ويقدم في القصور الموحدية لكبار الزوار قبل أن يثير العلماء الشبهات حول النشوة التي يحدثها. وما زال إلى الآن باب من أبواب مراكش كيحمل اسم باب الرب. نسير أخيرا إلى أن أعداد الشاي بالقصور في السابق كان يتولى موظف سامي يسمى قيدتي، يشتغل عادة بالتنسيق مع قيد السبسي. ونختم هذا الموضوع بالحديث عن العيطة كطورات شفاهي هام واللي الخصات لنا ولع المغاربة بالشاي. على سبيل المثال ندرج هذا المقطع الذي يتغنى بالقيد العيادي: براد في قبو فين ما مشى يكبو، سيخاتو في زنبو فين ما مشاو يلعبو، أحبائي حتى نتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص المحبة والتقدير.